ديما مسكين كان يجي من الخدمه يقول لي كوثر انا نطيب، انا ندير كل شيء، ما ديري حتى شي حاجه. كل شيء هو مسكين، كان كل شيء عندي، كل شيء. راه ملي مشى لي محسن راه ما بقاش عندي الحياه صافي. اخر هضره هضرت معاه قال لي مسكين انا، قلت له شنو كنتي كدير؟ قال لي يلاه تغديت وكنت كنصلي في الجامع ديال الخدمه وغادي نعس. كان كيقولها لي كيقول لي نقدرش نهار ما نرجعش. كنت يناقش معك وكنت ديما سبحان الله كنحلم حياتي كنكملها بوحديتي. حس انه مشى شهيد. راجلك ما ماتش في شي زمان. هذيك هي اللي كتزيد تعطيني القوه. كنقول علاش كنقول ما نقدرش نعيش بلا بيه؟ هذيك تعطيني القوه انني نكمل. لا بلاصتو نقيه مع كل شيء، لا معايا انا ما عمرو دار لي شي حاجه خايبه اللي غنتفكروا بها بالخايب. ديما مسكين كان هزني فوق راسه، ديما مسكين كان يجي من الخدمه يقول لي كوثر انا نطيب، انا ندير كل شيء، ما ديري حتى شي حاجه. كل شيء هو مسكين، كان كل شيء عندي، كل شيء. راه ملي مشى لي محسن راه ما بقاش عندي الحياه. راه كنت كنقول له محسن الا مشيتي وخليتيني راه ما نقدرش نعيش. تناقشي مع شي خطره؟ وكان عندي ديما كان عندي هاد التخوف، ديما كنت كنحلام، ديما كنت كن وما كنبغيش ما كنبغيش نخلي ديك الشيء. كنقول لا لين على الشيطان، لين على الشيطان. وفاش كنا مسكين ديما نبقى متبعه من البانكو ويمشي ويشير لي. الا البارح مسكين اللي كان ناض مسكين، تقدرنا مع 6 الصباح كنقول له محسن ما تمشيش، كيقول لي لا كوثر خليني نمشي. مشى مسكين تقدرنا مع 6 الصباح الخضره هذا النهار باش غادي يمشي يخدم ويموت. باش غيمشي مع مسكين مع 12 مشى مسكين، مشى تقدرنا وجا قال لي ها الخضيره وجدنا الفطور. وقال لي مسكينه كوثر بلا ما تبقى تنوض ما كتفطريش معايا، ما كتكونش عندك الشهيه زعما نبقى نفطر انا ونمشي للخدمه بحال هكا مسكين. قالنا هذا اخر فطور زعما تبقى. وكنا كانت معايا اختي كانت جات عندي صافي. مسكين مشى صوني موالف كيمشي كيصوني عليا، حيت دابا ملي ولات الطريق كنت كنخاف انا من الطريق، من الطريق شي توقع له شي حاجه ولا. هذا هو التخوف اللي كان كان كيمشي ويجي كيمشي ويجي. قال لي الا تعطل غير شي شويه كنبقى نصوني. فاش صونيت عليه مسكين قال لي يا كوثر كنت مشغول عليا ما صونيتش عليك. صافي اخر هضره هضرت معاه قال لي مسكين انا، قلت له شنو كنتي كدير؟ قال لي يلاه تغديت وكنت كنصلي في الجامع ديال الخدمه وغادي نعس. قال لي وغادي نعس. صافي مسكين هذيك هي اخر هضره واخر هذا. قلت له صافي نعس ارتاح مع الربعه مع الربعه وقت ماين. صافي دارت ديك السبعه بقيت كنصوني عليه كنقول ما كيجاوبش راه في الخدمه. صافي كنصوني والو. جيت للسرجم كنطلل كنقول لاختي فاطمه الزهراء محسن ما عمرو غبر ساعه ولا ساعه ونص، كاع جوج سوايع كنبقاو نهضروا في الواتساب ولا مين كيغبر كيكون خدام. جالسه انا وياها كنقول لها فاطمه الزهراء ما يمكنش محسن شي حاجه وقعالو. كتقول لي هي ما عمرو غبر تصوني ما صوناش. صافي دارت ديك الوحده ديال الليل تكيت يلاه تكيت بحال هكا وخليت الكونيكسيو شاعله وكلشي باش غير يسرد لي غير نعرفو راه جا. صافي والو. هي تسرد لي واحد البنت صاحبتي قالت لي كوثر محسن شنو خدام ولا جالس؟ قلت لها غير قول لي شنو كاين، انا كان عندي ديك الاحساس ديال ان شي حاجه. كتقول لي لا والو والو والو. قلت لها لا والو غير قول لي شنو كاين. قالت لي راه محسن راه شعلت تقلبات الطوموبيل، انا ما حسبنيش الكاميون، قالت لي غير الطوموبيل. قالت لي تقلبات الطوموبيل. صافي من قالتها لي نوضت اختي قلت لها فاطمه الزهراء قلت لك شي حاجه محسن وقعاله. صافي بقيت كنترعد وما كانت عندنا لا تليفون باش نصوني وما عندنا نوامر ديال صحاب ولا حتى شي حاجه. كنصوني على 15 والو ما كتشدليش حيتاش كانت بعيده ما بين مرجان ورين كون كنا شويه بعادين والو. ديك البنت اللي سردات لي قالت لي غانا نعطيك واحد النمره ديال واحد السيد خدام معاه، هي هذيك صونينا عليه. مسكين قال لي ما نقدر انا نقول لك حتى شي حاجه، ما نعطيك يعني حتى شي معلومه. والان ما قدرش مسكين ما قدر. شفتي اللي قلت له غير قول لي يا ياسين غير قول لي شي حاجه بردني بها غير نعرف غير ما نبقاش بحال هكا. قال لي بحال اللي حسيت الدموع مسكين جالسين كيبكيو. صافي هذيك اخر حسب البومبيه سمعت الدموع. قال لي ها هما غيجيو عندك وجدي راسك. صافي من قال لي داك ها هما غيجيو عندك وجدي راسك. صافي انا لبست عليا خرجت للزنقه في ديك الليل جالسه كنتسناهم.
صافي جاو عندي مساكن صحابو وجات عندي واحد السيده حتى هي صاحبتي هي اللي باش مشات انها باش جابت لي الخبر ديال انه صافي غير وقفت معاهم قالوا لي راه شنو واش ماش صافي وكانت الصدمه وكان كان هو كلشي كلشي مسكين كلشي لا في الخدمه لا في اي حاجه اي حاجه كان نعمه الرجل ما كاينش كنقول ما كاينش شي واحد في الدنيا بحاله لا من التعامل لا من الهضره ما عمرنا صغيرنا مع بعضياتنا 8 سنين ولا عمرنا خرج هو العيب ولا انا خرجت العيب ما عمر ديك الحياه ديالنا كنا الناس اللي كيشوفونا كيقولوا لنا سعداتكم بحال هكا ما يخرج مسكين كنا عايشين مع نهار الروبو ديالو كيقول لي ديالنا ما تمشي ما نخرج انا هو ما يخرج كان كنا كنتفارقوا بالدموع ومسكين هادشي اللي كتب عليه الله والحمد لله ما نبغي غير يكون عايش مزيان هادشي هادشي اللي او هادشي اللي بردني ملي شفتو ضحك ومشهد هذيك هي اللي صافي اللي باقا ديك التصويره هذيك هي اللي باقا عندي ديال انه وعاوتاني ملي كينوض ولدي كيقول لي البارح قال لي فوقاش غيجي بابا سونيا اللي هي الله مشيو للدار ديالنا صافي مسكين هذاك دابا مسكين تا ولدو معلق به بزاف ولدو خلاه الشبه ديال باه ديال ولدو باي حاجه لبدات ديالو لا برجلو لا بوجهو باي حاجه كنشوف باه كنشوفو هو خلى الخليفه ديالو صافي هادشي انا كنبغي له الرحمه وربي كما كنهزني فوق راسو بغيت ربي يهزو حتى هو فوق الراس ديالو انا بكيت عليه وتحرقت وباقي لحد الان ما باقي ما متيقاش ولكن الله يرحمه ويسع عليه وكان نعمه الزوج ونعمه اي حاجه كلشي كان عنده محسن عزيز كلشي تصور دابا المره اللي كنت كاريه عندها مسكينه سمعوا الناس الخبر جايين عندها هي للدار كيقول لها واش باقين معاك قالت لهم يا الله مشاو هاد السيمانه هادي ايوا مسكين خلى بلاصتو نقيه وكلشي ديال كان كي الشمعه مسكين دابا طفات صافي كان هو كلشي ما يتعوضش محسن مع خدمته مزيانه بزاف كانت كتعجبو كان الا غير الا خرجنا للزنقه وكيشوف شي وحده سخفانه ما كيمشيش كيعيط ل 15 حتى كيجي ويهزوها ويديوها كان شي وحده مع دابا الناس كيجيو في الصيف كتكون فيهم الضيقه كيبقى ينعس هكا ويهزهم وكيعيط حتى كيجيو ونتي معاه ويخلي وكنبقى نتسناه وكيجي حتى كيعيط لهم وكيجيو وعادي كيمشي مسكين شحال من واحد بحالك حتى كيبقى يقول له الله يرحم الوالدين ودابا انا اللي كيبقى فيا الناس كيقول لك ما كيخدموش ما كيسربيوش وهما راه عرفتي راه العذاب اللي كيعيشوه مساكن راه ما يعيشو حتى شي واحد تصور انت يا ناعس في الليل ويجي صوني ويصوني لك على راسك وتنوض كتجري وباش تنقذ الناس والناس ما كتعذرش كيبقاو ما كيديروش ما كيفعلوش وهما مساكن راه كيكونوا كيقول لك انا نضحي بحياتي وتا هو مسكين كان كيتمنى هاد الموتة فين ما كيشوف شي واحد مات بحال هكا كيقول لي سعداتو ايوا انت تحرقتي في راجلك لان بومبي وتنعرفوا المعاناه ديالهم وانت محروقه شنو اللي بغيتي تقول للمغاربه شكون هو البومبي وربما انت البومبي انسان عظيم بزاف عظيم المخزن كامل اللي خدام في المخزن بصفه عامه حتى شي واحد كلهم مساكن كيضحيو براسهم وبولادهم وبعيالاتهم غير نهار العيد كيكون الانسان جالس مع ولادو كيقول لك انا غنمشي كي كتبقى المراه في الدار مسكينه وانا كنت بوحدي ساكنه كتبقى مقطعه وفي تالي كتقول غيمشي يخدم هادشي زعما مرض البومبي مسكين تيخرج اما كيخرج يقدر يرجع يقدر ما يرجعش كان كيقولها لي كيقول لي نقدرش نهار ما نرجعش كنت يناقش معك وكنت ديما سبحان الله كنحلم حياتي كنكملها بوحديتي وكنت كنقولها له كنقول له محسن انا عندي واحد التخوف وكان سبحان الله عندي واحد التخوف كبير كنقول له راه ما نقدرش نعيش بلا بك راه ما نقدرش نكمل مسكين حيت كان واحد الانسان
راه ما عمرو غوت عليا ولا قال لي زعما شي حاجه ولا يجي ما غير الغدا يجي ما مجبرني ما موجداش. عادي عنده كيقول لي ماشي مشكله عادي نوض مسكين هو يدير. المهم ما واخا نعيا نوصف محسن ونهضر عليه ما غاديش نوصل له داكشي كامل مسكين اللي كان كيدير ولا الحياه اللي كنا عايشين واحد الحياه واخا هي بسيطه وكنا متعاونين في اي حاجه ومسكينه ينحل فمي على شي حاجه باقي ما كملتاش تيكون مسكين مشى جابه بلا ما نشعر بلا ما حتى شي حاجه غير اخر مشينا مسكين للبحر دانا للبحر مشى للخدمه مسكين وجدنا الساندويتش هذيك هي اخر نهار باش خرجنا معاه مشى للخدمه مسكين هو صايب لنا الماكله وجابها لنا ودا عاوتاني ديك الشيء للخدمه وجايب لي مسكين كويس ديال اتاي عارفني اتاي كيعجبني في العشيه جايبو عرفتي في وسط الكورنيش هازو بحال هكا ومغطيه وملي شفتو هكا ديك الساعه دعيت معاه قلت له ما ملي شدك التعامل ديال انه جايب اتاي من الخدمه وجايبو مسكين كي اختي العزيزة مشى محسن دابا المعيل ديالك ولا دابا فين ساكنة انت خت المغاربة كاملهم وهذا نداء للمسؤولين ما تحلاليش انني نعيشها بوحدي بلا بي ولا غير دارهم دابا كنبقى نشوف راه طالع راه غادي هنا ها هو كيد لا باقي كنبقى بعد مرة نشوف الناس بحال هكا كنقول واش بالصح غير هاد النهار مشينا للقبور ما قدرتش باقي ما متيقاش باقي كيجيب لي بالي غير كنحلام ولا باقي ما حيتاش باقي ما شبعتش منه كاع باقي مسكين وما عمري نشبع منه واخا يعيش كان يعيش معايا حياته كامله حيتاش التعامل ديالو كان زوين بزاف مع كلشي ما عمرو يخرج العايب ولا شي واحد يسمع منه العايب ولا والحمد لله هادشي ما نقول الحمد لله اخواني من بعد ما مشى محسن اطفائي فهذه رساله ديال هاد للاسف الشديد ارمله ما باغاش تخرج من فمي انا ارمله للاسف الشديد ولكن ها هي كوجهت نداء الى المسؤولين وحتى المغاربه ان الاطفائي كما كتقول لك من نهار جوجتو كنت تخوف بان واحد النهار يقدر يخص في الدار دابا عندك دري شحال في عمره عنده في شهر 12 غيكمل 7 سنين بلغ الى علمي من عند العائله ديالك وانا جالس اختي بانك حامله يلا شي سيمانه دابا مات محسن كان في راس وكان فرحان كيقول لي مسكين الدار والحموليه والترقيه الحمد لله كنا كنقولوا سبحان الله في ديك ساعه ربي هو مكتب لي حاجه وحده اخرى والحمد لله صوري ان الدار هاد الثلاثه ديال الطموحات عطاهم له الله قالوا لي محسن عطرقه والتربيه هو عطاها له الله وحتى الدار راكم شريتوها واخا كريدي ومسكين وكان الدار يلاه سالاها كان يصيب هادي وكل شيء هو يديره كل شيء مسكين كل شيء يلاه سالا باش غيرتاح صافي يلاه باش غيرتاح مسكين هو ترتاح عند سيدي ربي وماشي خساره في سيدي ربي وربي هو اللي بغاه وهو كون ما كانش عزيز عند ربي ما غيمشيش بحال هكا والحمد لله غير ديك الابتسامه اللي مشات فيه وربي زاد عطاه طول كثر ما هو طويل ملي شفتو فديك الطوله بحال هكاك وفي ديك الشيء ربي زاد واحد الطول واحد النور واحد حس انه مشى شهيد راجلك ما ماتش فشي حاسه هذيك هي اللي كتزيد تعطيني القوه كنقول علاش كنقول ما نقدرش نعيش بلا بيه هذيك تعطيني القوه انني نكمل وخلالي ولدو بحاله اخو الصراحه تصحابه الله يعمرها سلا كلهم بكاو عليه كلهم كيتقطعوا تصورت الخدمه عيا بحال اللي باش سمعوا داك هذا ما قدوش بالخدمه ما بحال اللي ما حلات لهمش الخدمه بلا بيه كان هو سبحان الله ومن الطبع ديالو ماشي شي واحد اللي بنفسه بزاف عنده واحد النفس زعما واحد النفس ما في شكل يقدر يبقى النهار كامل واقف وما يقولكش راه عييت راه
ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.